حالة اكتئاب، حد سبت حد اتنين تلات، كل يوم اسوأ من اللي فات ولا عارف مالي. قلت اتفرج على مسلسلات واعمل شوبينج وبولوفات، ومفيش حاجة من الحاجات بتغير مودي. ايه برا يا دنيا في ايه؟ ما عندك فكي، انا نفسي افهم ايه سبب الحالة اللي انا فيها. حاولت ابقى احسن وافصل دماغي من الزن، شكل السكينة واخد غياب. طب اقولك ايه، قولي انا ممكن اعمل ايه، حاجة طلعني من المود اللي انا فيه، قولي السر وانا هعمل بيه. لو كنت مكاني مثلا كنت هتعمل ايه احسن؟ شكلك زي مكتئب اصلا، شكلك لم تنتم بش على تنتن. نزلت عالتمرين عشان اجيب دوبامين، ولسه النفسية باك، جالي حالة اكتئاب. حد سبت حد اتنين تلات، كل يوم اسوأ من اللي فات ولا عارف مالي. قلت اتفرج على مسلسلات واعمل شوبينج وبقلوفات، ومفيش حاجة من الحاجات بتغير مودي. انا قلتلك ان احنا كل مرة لازم نعمل البتاع عشان لازم تاخد الدواء معاك، عشان عرفت منك. انا هطلع من دماغي. ثانيه واحده بس، مش فاهم ايه اللي حصل. مودنا كان تمام عال، كان فل عسل، فجاه الوضع مال والحال بينا وصل للي احنا بقينا عايشين. اتحسدنا اتحسدنا، شافونا بنبتسمه لو حسنا سابنا، ادونا عيله واكتئبنا، ومن ساعتها الضحكه مش بتدق بابنا. صاحي متاخر بلا هدف، ملان وفقد الشغف، والحالة بتسوء للأسف. نزلت عالتمرين عشان اجيب دوبامين، ولسه النفسية باك، جالي حالة اكتئاب. حد سبت حد اتنين تلات، كل يوم اسوأ من اللي فات ولا عارف مالي. قلت اتفرج على مسلسلات واعمل شوبينج وبقلوفات، ومفيش حاجة من الحاجات بتغير مودي.